إلى ليبيا، حيث عرضت قناة سكاي نيوز عربية فيلما وثائقيا بعنوان شجرة الظلام، يبث الارتباط الوثيق بين الجماعات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى بمجلس ثوار بنغازي الذي أسسته قيادات في كل من تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة الإرهابيين بدعم وتمويل من النظام القطري وحلفائه. طبعا هؤلاء المتشددون دينيا وصلوا إلى السلطة نتيجة أولا الفراغ السياسي، وكان من السهل أن يرتقي بسهولة هؤلاء المتشددون دينيا أن يرتقوا إلى السلطة. بعد اندلاع الثورة الليبية سار مخطط التخريب القطري وفق ما اقتضته نزعته الإجرامية إلى تسليح المتطرفين والإرهابيين وإزالة أي ملامح للدولة والنظام والاعتدال، وهذا ما أدى إلى وصول قيادات الجماعات المتطرفة إلى السلطة في ظروف طارئة وتبدل لمفهوم الدولة في ليبيا بسبب زحف الميليشيات والأحزاب من مختلف الأقطار بدعم دول تعتنق مذهب القتل في أيديولوجيا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة الإرهابي وتوابعه. هناك اعترافات الآن خطيرة جدا من رؤوس الأخوان المسلمين يقولون كنا ندعم بالجرافات في مجلس شورى بنغازي، كنا ندعم المقاتلين ونعالج في الجرحى في تركيا. آلة القتل التي هددت ليبيا لعدة سنوات وصلت إلى مرحلة خطرة جدا خلال معارك بنغازي، حيث الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيات المنضوية تحت ما سمي بمجلس ثوار بنغازي في موضع يكشف وجهي عملة الإرهاب تنظيم داعش وتنظيم الإخوان، فهنا تحديدا تتضح معالم المؤامرة بكل تفاصيلها وتمويلها الذي لم تبخل به قطر وحلفاؤها ماليا ولوجستيا. وفي حالة المدعو علي الصلابي الملقب بقرضاوي ليبيا ينكشف ستار لطالما كان يخفي تناغم إرهاب الدولة مع إرهاب الميليشيات. تحدثت الصحف بشكل واضح عن المعونات العسكرية والمعونات المالية واللوجستية التي قدمت للمجموعات هذه الدينية التي تسمي نفسها في تلك الفترة بالثوار، وقدموا لها الكثير من المعونات، وكان ضابط الاتصال وكانت نقطة الاتصال هي السيد علي الصلابي، ولا يزال إلى اليوم يحظى بمكانة متميزة لدى قطر. القوات المسلحة القطرية، ونحن لا نستطيع أن نزور هذا بالسيري النمبر، يعني بالرقم المتسلسل. الأسلحة منذ البداية الأفصح القطريون على أن الثوار هم الأكثر فاعلية والأكثر شجاعة والأكثر إقدام، ومن ثم يجب التعويل على هؤلاء. كم الوثائق والأدلة التي أوردها هذا الفيلم أوضحت الارتباط الوثيق في المدارس الفكرية لهذه التنظيمات ونزعتها للإرهاب بغض النظر عن كل الشعارات المختلفة في العلن والمتحالفة في ساحة المعركة، فمحاولات الإخوان في عدم إظهار ارتباطهم بتنظيم داعش باءت بالفشل، وكان قياديون في الإخوان مثل خالد الشريف قد فضحوا هذا الارتباط عندما قاتلوا في صفوف داعش وهتفوا بأناشيد داعش خلال تأبين قيادات للإخوان المسلمين في ليبيا. عملية الكرامة انطلقت بعد إهدار أو العبث التي حصل في مدينة بنغازي، العبث الأمني من اغتيالات ومن ابتزاز ومن تدمير مؤسسات الدولة في المدينة، استهداف الشخصيات العسكرية سواء الجيش سواء الشرطة. عملية الكرامة كانت بعد إهدار كرامة المواطن والدولة الليبية، كانت العملية تلبية لنداء الشعب الليبي والشارع الليبي وخاصة في بنغازي. هذه الفوضى العارمة التي أثارتها ولا تزال قطر وحلفاؤها أجبرت المشير خليفة حفتر على إطلاق عملية عسكرية باسم معركة الكرامة ضد جميع الميليشيات المتحالفة تحت منظومة مجلس ثوار بنغازي، ليواصل الجيش الليبي حملاته لبسط الأمن في البلاد وإعادة كرامة الشعب الليبي بعد أن عاثت به الأموال القطرية دمارا وخرابا وأغرقت البلاد في دوامة من الدماء والانهيار.